حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من دبي الدكتور سامر الجنيدي أخصائي بأمراض الأطفال. أهلا بك معنا دكتور سامر. تقرير اليونيسف تحدث عن مدى ضرر الهواء السام أو تلوث الهواء على الأطفال خاصة الرضع وحديثي الولادة. العلاقة ما بين التلوث والضرر بالأدمغة أو تطوير أدمغة حديثي الولادة، كيف تشرح لنا ذلك صحيا؟ الحقيقة معروف منذ فترة طويلة تأثير الملوثات البيئية وخاصة التدخين على الأطفال. يبدأ الموضوع منذ فترة الحمل، حيث أنه صار تدخين الأم أو وجود ملوثات هوائية عم تتنفس الأم الحامل أثناء الحمل ممكن يؤدي لمجموعة من المشاكل: موت محصول الحمل، انخفاض وزن الولادة، الولادة قبل الأوان يعني الخداجة، وممكن حتى الدراسات عم تظهر أنه في هناك مشاكل عصبية ودماغية يمكن أن يتسبب فيها تدخين الأم أو استنشاق الملوثات، فهذا شيء مثبت. وطبعا أثناء الحمل مدى أيضا ما بعد يعني الولادة، الطفل الرضيع أو حديث الولادة بعد الولادة كمان هناك متلازمة معروفة في طب الأطفال، هي متلازمة الموت المفاجئ عند الوليد. أسبابها نحن بنقول النوم على البطن مثلا، لكن كمان من أهم الأسباب هو التدخين. يعني يجب أن يعرف الآباء أنه عندما يدخنون فإن طفلهم يدخن، يعني عم يدخن معهم، ما في يعني التدخين في نفس المكان المتواجد فيه الرضيع أو الطفل. تمام. ماذا بالنسبة للتدخين في مناطق أخرى وحمل الرضيع؟ يعني الرائحة هل تظل في الملابس في الجسم؟ أي مكان فيه دخان يمكن أن يتأثر الطفل الرضيع، يعني يكون عم يدخن معهم. فمثل ما قلت لك بعد الولادة في شيء اسمه متلازمة الموت المفاجئ. بعدين في عنا مرض الربو اللي هو مرض عم يصيب يعني تقريبا حاليا من 5 لـ3 الأطفال، أمراض الحساسية عند الأطفال، الربو والتهاب الأنف التحسسي. فهي أهم المؤثرات التي تثير نوبات الربو أو التهاب الأنف التحسسي هو الدخان. في عنا طبعا تأثير الدخان والملوثات البيئية على المناعة، يعني الطفل الذي يتعرض للدخان أكثر إصابة بمختلف الأمراض وخاصة الأمراض التنفسية والالتهابات التنفسية. يعني الملوثات أو تنفسها أو استنشاقها من قبل الطفل يؤدي إلى انخفاض مستوى مناعته، مناعة بالضبط. جسمه بالضبط. عدا عن ما تفضلته بالتقرير عن الحديث عنه المشاكل العصبية، يعني اليوم في بعض الأبحاث صحيح ما أنا مؤكدة بأنه مثلا من يسكنون في المناطق التي فيها تلوث بيئي أكثر في يمكن أن يصاب الأطفال بالتوحد مثلا أكثر من المناطق الريفية أو البعيدة عن الصناعات والدخان المصانع والملوثات الهوائية. طيب دكتور، فقط للاستفسار عن نقطة معينة، يعني هناك بعض يعني أولياء الأمور يعني مدخنون يدخنون مثلا في نفس البيت لكن في غرف منفصلة، هل لذلك مثلا تأثير على الطفل وأيضا الرائحة التي تظل في الثياب أو في ربما في جسم الأم أو جسم الأب؟ أكيد، يعني البقايا التدخين على الثياب وعلى البرادي إذا في برادي بالبيت وعلى الفرش يمكن أن تلعب دور. الحقيقة يعني التأثير اللي عم نشوفه تأثير التدخين على الأطفال حتى لو كان في غرفة أخرى بده يوصل الدخان. لا نعم دكتور، إذا كان المكان مغلق. يعني التدخين هو من ضمن أهم الأسباب التي تؤدي إلى المشاكل في تطور أدمغة الأطفال وأيضا فقدان قدرة جسمهم على المناعة. نشكرك جزيلا على المداخلة دكتور سامر الجنيدي أخصائي بأمراض الأطفال، كنت معنا عبر الهاتف من دبي.